أخبرني أين يمكننا أن نجد لاعبي البيدا؟ حسناً، في منطقة الجبال الجليدية يسكن الأخوان وين وتري، وهما من أمهر اللاعبين في البلاد. لماذا يسكنان في هذا المكان؟ لا أحد يعلم لماذا اختار هذا المكان خاصة. يجب أن نوحد قوانا يا أصدقاء. أنا أدعى وين؟ وأنا تري. أنت المدعو يا ماتو. إذن سيبدأ نزالنا الآن، ولكن لدينا شرط. معلمنا الكبير وان يجب ألا يتدخل في النزال. أنا موافق، رضيت بالنزال. سيبدأ الآن القتال الحقيقي. يا ماتو، أنقذتني مرتين ولن أتخلى عنك الآن. سأجعلكما تدفعان ثمن تلك الحيل الخبيثة. يبدو أنه ليس ضعيفا كما كنا نتوقع. ما هذا؟ إنهما يعدان خدعة أخرى. سيزداد النزال متعة وتشويقا. وحد الأخوان وين وتري سلاحهما معا، وظهر تنين البيدا القوي المعروف. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ وكيف سينتهي القتال بين صديقنا ياماتو والأخوين وين وتري؟